تواصل القوات العراقية تقدمها شمال غرب الموصل، ترافقها وحدات خاصة لتدمير مفخخات لتنظيم داعش الإرهابي عن بعد. ومع تطبيق النظام تطبيق الخناق على التنظيم الإرهابي، قد تم نقل معظم عناصر داعش إلى وسط المدينة القديمة، حيث نشر التنظيم قنابل ومتفجرات قرب المداخل الرئيسية وسط الأحياء لمنع المدنيين من الهروب خلال تقدم القوات العراقية. وأشارت مصادر أمنية إلى أن داعش يحتجز عشرات الآلاف من المدنيين داخل المدينة القديمة بهدف استخدامهم دروعا بشرية.